أهلا بكم مرة تانية. الحقيقة معانا ملف مهم جدا، هو ملف التعليم، بيعد من أهم الملفات، سواء التعليم العالي أو التعليم الأساسي، التعليم الفني، من أهم الملفات أمام الحكومة. مش بس فكرة تحديث الفصول أو الإمكانيات، لكن كمان تحديث المناهج ومنع التسرب من التعليم. يمكن في علاقة بتربط بين المناهج غير المطابقة لعقول الطلاب من ناحية، وبين نسبة التسرب، لكن في خطة متكاملة بتضعها وزارة التعليم والتعليم العالي مع وزارة التضامن، يمكن بيدخل فيها جزء جديد جدا، هو برنامج نقدي، يعني دعم مالي مقابل ان تكون نسبة الحضور 80%. على اي حال، هذا هو حافز من اهم الحوافز الموضوعة في الخطة المدروسة ما بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والفني وبين وزارة التضامن. لكن هنعرف بشيء من التحليل ملامح هذه الخطة مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح، الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العريش. دكتور محمد، صباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح النور. أهلا بحضرتك. وقبل ما أبدأ بس مع حضرتك أول سؤال وملامح هذه الخطة الموضوعة ما بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والتضامن، هنشوف مع بعض هذا التقرير. تفضل. الدولة تولي التعليم جل اهتمامها حتى تدفع إلى المجتمع كوادر بشرية ماهرة ومتخصصة قادرة على تحريك عجلة الاستثمار الكبيرة المتوقعة في الفترة القادمة. ومن أكثر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية هي التسرب من المراحل المختلفة من التعليم، حيث دشنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماع الأول لاستعراض الخطة القومية لمكافحة التسرب من التعليم. ترجع أسباب التسرب من التعليم إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية وأخرى تتعلق بالعملية التعليمية كارتفاع كثافة الفصول. وبرنامج مكافحة التسرب من التعليم يقوم على دعم مدارس التعليم المجتمعي التي تخدم المتسربين من التعليم، والتي يبلغ عددها نحو 5000 مدرسة تضم نحو 115,000 طالب وطالبة. ويشمل الدعم التغذية المدرسية والدعم المادي المشروط لأسر التلاميذ، حيث يشترط حضورهم بنسبة لا تقل عن 80% والنجاح كل عام. ويتم تطبيق الغياب الإلكتروني على المدارس المشاركة للتأكد من تنفيذ الأسر للشروط، حيث أن أساس البرنامج هو الانضباط. وفي حالة كون سبب التسرب من التعليم اقتصادي، فستتكفل وزارة التضامن بدعم الطلاب من خلال منح أسرهم راتبا شهريا مقابل استمرار الطلاب في التعليم، إلى جانب دعم عيني يتمثل في نقاط تموينية تضاف إلى بطاقات التموين. أما إذا كان سبب التسرب دراسي، فستتولى وزارة التربية والتعليم معالجة السبب من خلال تطبيق برامج متخصصة إلى جانب تقديم الدعم النفسي. مرة أخرى لنبدأ حوارنا مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح حول هذا الموضوع، الأستاذ الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العريش. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور محمد. بيك يا فندم وأهلا المشاهدين، وأسعد الله صباحكم في هذا الصباح. أهلا بحضرتك يا فندم. خطة يعني موازية أو متوازية ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والفني، وما بين أيضا وزارة التضامن لإعادة الطلاب المتسربين مرة أخرى من المدارس. طيب في البداية عايزة أعرف من حضرتك، يعني أسباب هذا التسريب وهذه النسبة العالية من التسريب في المدارس سواء من الطلبة أو الطالبات؟ تمام. خليني في البداية أأكد لحضرتك وللسادة المشاهدين ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن التعليم حق لكل إنسان. ولما نقول التعليم حق، بنقول التعليم حق مجاني ومتاح. ونأكد أيضا على اتفاقية حقوق الطفل اللي أكدت أن التعليم مش بس مجرد تحصيل دراسي، إنما التعليم يكون عشان تنمية شخصية الطفل وتنمية مواهبه وتنمية قدراته. صحيح. من الحقين دول اللي هو للإنسان بصفة عامة وللطفل على وجه الخصوص، أقول لحضرتك إن إحنا مطالبين كأسر وكوزارة في التربية والتعليم وكدولة وكمجتمع إن إحنا نوفر كل الأسباب اللي تضمن إن طفلنا يذهب إلى المدرسة ويظل في المدرسة. التسرب من التعليم بسهولة وببساطة عشان السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، مش فقط ان الطفل يترك المرحلة التعليمية التي يدرس فيها، وانما ان الطفل من الاساس ما يلتحقش بالتعليم، لان احنا عندنا مناطق كتيرة
في قرى، في بوادي، في أشياء من هذا النوع أو أماكن من هذا النوع، من الممكن أن الطفل لا يجد مدرسة قريبة منه، قد تبعد المدرسة 3 كيلو 5 كيلو 7 كيلو، وبالتالي يبقى مبدأ الإتاحة أن أنا أتيح التعليم مش موجود. التسرب من التعليم ممكن يكون بعدم التحاق الطفل أصلا بالمدرسة، وممكن يكون بأن الطفل يترك المدرسة في المرحلة التعليمية التي يدرس فيها، يعني مثلا في الابتدائي قبل أن يصل إلى 6 ابتدائي، في الإعدادي قبل أن يصل إلى 3 إعدادي ولا يحصل على الشهادة الإعدادية أو التعليم الأساسي ككل، أو في الثانوي بنفس الشكل، أو كمان أن هو يترك الدراسة مثلا لمدة عام أو أكثر. ده اللي بنسميه التصرف في التعليم. والحقيقة يعني حسنا صنعت وزارة التعليم والتضامن الاجتماعي بإثارة هذا الموضوع مرة تانية، الموضوع القديم الجديد، لأن أنا عايز أقول لحضرتك إحنا في مصر عندنا ما شاء الله مراكز بحثية تربوية تحديدا كثيرة مملوءة بالخبراء وبالباحثين، وقضية التسرب من القضايا المهمة اللي هم درسوها. طيب دكتور محمد، تفضل. حضرتك شايف انه كمان الثقافة المجتمعية جزء من اسباب التسرب في التعليم؟ طبعا. يعني ممكن يكون الاهالي نفسهم مش مشجعين اولادهم لاكمال الدراسة، ممكن يكون بسبب عامل اقتصادي مثلا، يعني للعمل صحيح. بدل صحيح. الدراسة وغيرها. هو التقرير، وزي ما حضرتك بتقولي، بدأ بالعامل الاقتصادي. انا عايز ابدأ الاول بالعامل الاسري الاخلاقي. العامل الاقتصادي لا شك ان هو سبب قوي من أسباب التسرب من التعليم. أي أسرة لا تجد القدرة على أن هي تنفق على التعليم، تنفق هنا هو التعليم مجاني، لكن هناك كثير من المتطلبات حوالين التعليم، يعني تغذية، ملابس، أدوات مدرسية، وسيلة انتقال، دروس خصوصية، دروس، ما هو دروس آفة كبيرة زي التسرب كده، عايز حلقات يعني. لكن أنا بقول أن السبب الاقتصادي طبعا قوي وموجود، لكن خلينا نقول السبب الأخلاقي الأول في الأسرة. احنا كلنا رعاه وكلنا مسؤولون عن هذه الرعية. الاب والام راعي ومسؤول عن رعيته. الاب اللي بيغفل عن والديه، عن ابنائه، ولا يتابعهم ويترك لهم يتركهم فريسة للرفقاء سوء، قد يكون سبب مباشر في موضوع التسرب. انا طبعا لا احمل اولياء الامور المسألة بالدرجة الاولى، قد يكون الاسباب الاقتصادية زي ما التقرير عرض وزي ما حضرتك تفضلتي، لكن السبب الأخلاقي ده ممكن يقضي على أسباب اقتصادية. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا، أنا وناس كتير جدا جايين من مجتمعات اقتصادية قد يعني تجعل أبنائها في مثل هذه الأيام يتسربون، لكن لما والدنا صبروا واجتهدوا وتحملوا واعتبروا التعليم ده فرصة لينا للحراك الاجتماعي، فرصة لنا ان احنا ننتقل من مستوى اقتصادي واجتماعي اقل لمستوى اقتصادي واجتماعي اعلى. طيب يا دكتور محمد، كمان انه التعليم نفسه عليه دور. يعني طبعا. حضرتك استاذ المناهج وطرق التدريس، فكرة طرق جميل. التدريس دي جميل. انا وقفت عندها لانها مهمة جدا في موضوعنا النهاردة. طبعا. طريقة تدريس المعلم نفسه للطالب، ازاي بيدوله المعلومة، الحافز اللي بدأ دلوقتي التضامن الاجتماعي مع التربية والتعليم بيضعوا حافز مادي، وإن كان يمكن هو الحافز المسيطر، يعني ده نربطه كمان بالجزء الاقتصادي صحيح. للأسرة صحيح. أنا طبعا بحكم أن أنا ده مجال تخصصي فأقدر أتكلم فيه أكتر، الجانب الاجتماعي والاقتصادي أعتقد خبراء التضامن الاجتماعي وخبراء وزارات كتيرة زي التعاون الدولي وزي الاستثمار وزي كذا يستطيعوا أن هم يحصروا المتسربين، يستطيعوا أن هم يعملوا لهم بحوث اجتماعية، يستطيعوا أن هم يقرروا لهم عائد مادي زي في الخطة، يمكن حوالي مقرر يعني تقريبا حدود 600 جنيه لكل أسرة، بس بشرط أن أبنائهم، ده نسبة الحضور 80%، بشرط أن أبنائهم ينتظموا ويثبت ذلك بالدليل. والأفضل من كده أنهم يعملوهم أسر منتجة، يعني ممكن يساعدوهم بالقروض والمنح والأشياء من هذا القبيل. دي جزء يخص يعني وزارة التضامن، لكن وزارة التعليم يخصها زي ما حضرتك تفضلت كده المناخ المدرسي، يخصها إزاي تجعل المدرسة جاذبة للطفل، إزاي تجعل المدرسة صديقة للطفل. وهنا بقى بيأتي الكلام على المعلم وعلى المادة الدراسية اللي هو المناهج زي ما حضرتك تفضلتي، وعلى الامتحانات. يعني إذا حبيت أتكلم عن المعلم، الحقيقة المعلم إحنا عندنا معلمين ممكن يبقوا أكفاء جدا في طرق التدريس، في التعليم، في التحصيل الدراسي،
لكن ينقصنا أيضا أن يكون المعلم مربي، يعني المعلم المحبوب لأطفاله ولتلاميذه ما يتسربوش من فصله، ممكن يكون سبب في أن أطفاله وتلاميذه يكونوا راغبين في أنهم يجوا عنده في الفصل. المعلم العادل اللي ما يميزش بين الأولاد لأي أسباب، يعني مش لا داعي لذكرها في هذا الصباح يعني. إنما كمان المعلم اللي بيحترم تلاميذه، المعلم اللي هو يحول نفسه من رسالة وظيفة التدريس لرسالة الأنبياء، رسالة المعلم. صدقيني أنا هذا الكلام مش بقوله كلام إنشاء، أنا معلم قبل أن أكون أستاذ في الجامعة، وأذكر جيدا السنوات الستة أو السبعة اللي اشتغلتها في مجال التدريس. كان التلامذة ينتظروا مني معاملة قبل ما ينتظروا مني تدريس. يبقى علشان كده يبقى الخطة لازم تبقى متكاملة دكتور صحيح محمد. صحيح صحيح، يعني المعلم كمان يبقى في إطار هذه الخطة. ولذلك وفي نقطة بس معلش، يعني حضرتك بتقول هو الحافز المادي ده مهم جدا، زي ما حضرتك ذكرت ممكن يكون 600 جنيه مثلا يعني. تمام. طيب ممكن الأسرة تشجع ولادها على الحضور في اليوم الدراسي علشان الحصول على هذا المبلغ، لكن لازم يبقى في استراتيجية تكاملية لما صحيح. بعد ذلك يعني هو استفاد ايه؟ استوعب الطفل ده حصل التحصيل الدراسي بتاعه، او الطالب ده التحصيل الدراسي بتاعه قد ايه؟ يبقى لازم يكون الحافز والاثابه يكون على الشكل العام كله مش على نسبه الحصول. تمام. عشان كده انا قلت لحضرتك ان اتفاقيه حقوق الطفل بتقول تعليم ينمي شخصيه، والتعليم اللي موجه فقط للعقل فقط للتحصيل لا ينمي شخصيه، وبالتالي هنا الأنشطة مهمة جدا. احنا يعني بح صوتنا واحنا بنتكلم على أهمية النشاط. بعض أولياء، خلينا أقول كثير من أولياء الأمور، بيعتقدوا أن المدرسة مكان لتحصيل دراسي، أنا بعد أبنائي للامتحان أو للشهادة الدراسية. المدرسة عمرها ما كانت كده، وعمرها ويجب ألا تكون كذلك. المدرسة مكان عشان أنمي مواهبي، أنمي قدراتي، قصة مش قصة امتحان. احنا مشكلتنا ان احنا رابطين مسيرة التعليم كلها بانه في الاخر يجيب مجموع كام عشان يروح الجامعة، وبعدين ممكن يطلع انسان فاشل في حياته. كتير نسمع عن الناس، احنا بنتكلم في ده من زمان قوي دكتور محمد، فكرة صحيح. الابداع وجانب صح. النشاط في المدرسة وحتى العمل النفسي والاهتمام بيه. طيب احنا ليه لحد دلوقتي مش شايفين نتيجة ملموسة لده؟ تمام. والله سؤال حضرتك مهم جدا. شوفي حضرتك كنت بتقول احنا من زمان بنتكلم في الموضوع ده. عشان كده انا عايز اقول احنا من زمان عندنا خطط لمواجهة التسرب. احنا عندنا مشكلة ادارة الخطة وتنفيذ الخطة. كتير جدا بنعمل خطط، واعتقد حضرتك وكل السادة المشاهدين عارفين عندنا خطة استراتيجية لتطوير التعليم اتعملت مش عارف من سنة كام لسنة كام ومن سنة كام لسنة كام، ونيجي نشوف كم اتنفذ من هذه الخطة تنفيذ فعلي، لا تجد نسبة مرضية. احنا كناس باحثين وتربويين دورنا ان احنا بنفكر ونقترح ونعمل خطط، لكن في يعني منظومة كبيرة زي ما حضرتك بتقولي لازم تنفذ، وفي قيادة تعليمية وتربوية لازم تدير التنفيذ ده. أنا أتمنى طبعا أن الخطة اللي بتتم الآن واللي تم تدشينها وإعلانها وهتبدأ العمل فيها، وأنا أعتقد أن كل اللي موجودين النهاردة عندهم كل الحرص والجدية على أن إحنا عندنا فتحة كبيرة جدا كده في قربة التعليم زي ما نقول. إحنا بننفخ في قربة فيها فتحات كده، مش عايز أكمل بقية المثل يعني. منها التسرب، إهدار مال وإهدار مجهود وإهدار عقول. طفل النهارده اللي ممكن يبقى ذا شأن في المستقبل انا بهدره من البدايه، وبيتسرب وبيروح بقى الاطفال الشوارع وبيروح للورش اللي يشتغل فيها، وقد يكون مساعد لاسرته. لكن احنا بنتكلم عن مجتمع، بنتكلم عن دوله، بنتكلم على دوله ذات حضاره، دوله احنا طول عمرنا احنا اللي بنروح وعلمنا وبنعلم اللي حوالينا كلهم اللي يكونوا ازاي. فما يصحش نسيب مشكلات كبيرة زي سواء الدروس الخصوصية سواء التسرب من التعليم، وده موضوع حضرتك ذكرت كمان الجانب الأخلاقي والسلوكي. ما هو أنا دايما بعول الحياة على الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي ممكن يصلح خطة غير متقنة وممكن يفسد خطة متقنة. الجانب الأخلاقي الفساد اللي احنا عمالين نحارب فيه، الإهمال،
عدم الإخلاص، عدم الانتماء، يعني الحاجات اللي الناس بتعتقد ان هي كلام انشاء او القيم دي ما عادش ليها وجود. والله لولا منظومة هذه القيم ما توجد في الناس اللي بيديروا، في الناس اللي بينفذوا، عمرها ما خطة على الورق ممكن تنجح. مش عايزين ناس بعد شوية يعني تبتكر أساليب عشان تحصل على الإعانة دون أن ينتظم. هو ده اللي بنتكلم فيه، يعني ممكن نسبة الحضور وبعد كده يحصل تسريب من أو تسرب من المدارس بالهروب مثلا من يحصل بعد إثبات حضوره، يحصل بالهروب وبالتسهيل أحيانا من المدرسة، يدخل لبعد العاطفة الفاسدة لبعض الأمور، يقول والله معلش أصل دي أسرة غلبانة مش نسجل ابنها، يبقى الابن بره بيشتغل في ورشه وانا مسجله في المدرسه بيحضر. استثناءات. انا 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 يعني انا كمسؤول وكدوله وكنظام يعني اعمل ايه؟ ما انا جبت الخبراء وجبت المفكرين وحاولت اجيب منح وقروض وكلام من ده عشان اوفر خطه واوفر فلوس ل ل ل ل ل لتنفيذ هذه الخطه، ويجي ممارسات للبعض وهنقول انهم قله ولكنها مؤثره. لما تكون قلة بهذا النوع تفسد خطة جميلة بتتعمل. احنا عندنا خطط جميلة جدا لمعظم المشاكل اللي موجودة. طب احنا دكتور محمد برضو عملنا اتفاقيات كتيرة وتبادل خبرات بيننا وبين عدد كبير من الدول، وده لاحظناه في زيارات كتير كمان للرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية وكده. طيب احنا ليه يعني عايزين نطبق ده حتى اذا تحدثنا على الجانب التكنولوجي؟ هل من الممكن ان التكنولوجيا تكون حافز للطلاب باعتبار انه فكرة مش التلقين والحفظ وتكدس الفصول؟ يعني احنا عايزين شكل تعليم مختلف. طيب. ده هيكون حافز نفسي وداخلي للطالب نفسه، هو هيكون حريص على الحضور للمدرسة. صحيح، دي نقطة مهمة، بس أنا عايز أقول من أمن العقاب أساء الأدب زي ما بيقولوا. إحنا عايزين التشريعات تتنفذ. أنا أقول لحضرتك مثال، بس مثال واحد. صحيح دولة مش هنقارن نفسنا، يعني كل دولة ليها ظروفها. في بريطانيا مثلا الطفل اللي يتسرب ولي أمره يعاقب، ممكن يحرم من حضانته، ممكن يتغرم غرامة مالية كبيرة، وأعرف حسب قراءاتي أنه ممكن يصل إلى مرحلة أنه يسجن، لأن هو بيرتكب يعني ذنب ليس في حق ابنه فقط ولكن في حق أسرته وفي حق المجتمع. إحنا مش عايزين نقول أن إحنا هنوصل لكده مرة واحدة، لكن عايزين نقول تشريع يواكب الخطة القومية لمعالجة التسرب، تشريع يؤكد على أن الأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى، ثم المدرسة، ثم المجتمع المدني إن كانت وزارات أخرى داعمة أو شيء من هذا القبيل. أنا عايز أقول إن إذا لم يشعر ولي الأمر أنه متابع وإن في أجهزة في الدولة بترصد وتحصر المتسربين وإن بيجيبوا أولياء أمورهم بس يحققوا معاهم. طب ما تفعيل فكرة مجلس الآباء، يعني يبقى في ملاحظات تدون ما بين الجهات المسؤولة في المدرسة وبين مجلس الآباء، يبقى في تكامل، يعني خطة تكاملية أخلاقية سلوكية اجتماعية مادية كمان يعني دراسية. ده بتهيألي يحل جزء كبير جدا من صحيح الموضوع. طبعا مجلس أمناء المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين دي مجالس مهمة جدا، لكن عايز أقول إن أي مشكلة تخص التعليم ما تخصش وزارة التربية والتعليم وحدها. طبعا. وأنا دايما بحاول أرجع أقول الوزارات الداعمة والمساندة والمجتمع المدني والأسرة، دي قضايا مجتمع، قضايا مجتمع، قضايا دولة، قضايا يعني فعلا مثل هذه القضايا لو تركت لوزارة واحدة أو لجهة واحدة لا يمكن أن تفعل فيها شيء. هي خطة تكاملية. أنا بشكرك دكتور. نعم التكنولوجيا وأن المدرسة تبقى جاذبة. ما يصحش أبدا أن غرفة الطفل في البيت تبقى أجذب لي من الصف الدراسي. صحيح. يعني إذا استطعنا أن احنا نوصل لدي أن هو يترك بيته أسرته أيا كان بيته، إن شاء الله بيته كله يكون مقبل على التعليم أو على المدرسة طبعًا. أو أن هو يروح المدرسة طبعًا. بنفس راضية طبعا نفسنا المدرسة الجاذبة. بشكرك شكرا جزيلا. أهلا بيك يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور محمد رجب فضل الله أستاذ للمناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العريش. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. وبشكركم مشاهدينا الكرام ومتواصلين معكم في هذا الصباح، ولكن الآن موعد موجز الأنباء والزميل شهاب شهاب.